في دوازات اليوم غادي نقترح عليكم حريشات صغار فرديين غادي نحتاجوا في المقادير لجوج ديال البيضات، واحد ياغورت فاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الماء، نص كيلو ديال السميده رقيقه، قبيصه ديال الملح، جوج خمارات ديال الحلوه. وللتزيين غادي نحتاجو شويه ديال الكونفيتور، شويه ديال الكوك، وشويه ديال اللوز مهرمش. اذا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو باش نوجدو حريشات صغار فرديين، فغادي نحتاجو لجوج ديال البيضات، واحد ياغورت فاني، كاس ديال الزيت يكون معمرش، ودائما غادي نعبرو بالكاس ديال الياغورت، يعني واحد ياغورت فاني، كاس ديال الزيت معمرش، كاس ديال السنيده، وكاس ديال الماء، نص كيلو ديال السميده رقيقه، شويه ديال الملحه، جوج خمارات ديال الحلوه 7 غرام في الوحده، ثم للتزيين فمعلقه من الكونفيتور وشويه ديال اللوز وشويه ديال الكوك. فبالنسبه قلنا واحد ياغورت فاني، وملي غادي نفرغوه فغادي نعمروه بالسنيده، يعني نص العبار ديال الياغورت، والماء نص العبار ديال الياغورت. وبالنسبه للزيت فما غاديش نعمروا الكاس كله، وانما كاس ديال الزيت ما عامرش. نمشيو مباشره للطريقه باش نحضروا حريشات صغار فرديين. الطريقه ديالهم سهله وكيجيو لذاد. فغادي فواحد الاناء غادي نخلطوا غير بالماء، غادي نخلطوا جوج بيضات، نضيفوا لهم كاس ديال السنيده، دائما العبار ديال الياغورت كاس ديال السنيده، نضيفوا لهم كيس واحد ديال الفاني، يعني ما ذكرتوش في المقادير كيس واحد ديال الفاني. من بعد كنخلطوا مزيان غير بالمعلقه في واحد الاناء، كنخلطوا دوك جوج بيضات مع كاس ديال السنيده مع ساشي واحد ديال الفاني. من بعد كنضيفوا لهاد المقادير كنضيفوا لهم كاس معمرش ديال الزيت، وواحد ياغورت فاني، وكاس ديال الماء. كنخلطوا مزيان هاد المقادير كلها، ثم كنضيفوا تدريجيا ديك السميده الرقيقه نص كيلو، كنبقاو نضيفوها تدريجيا. ومن بعد كنضيفوا جوج خمارات ديال الحلوه ديال 7 غرام في الوحده، وكيتخلطوا مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو مجموع، يعني كنعرفوا يعني داك العجين ديال الحرشه كيفاش تيكون. فقلنا اول حاجه هو انه في واحد الاناء غادي نخلطوا غير بالمعلقه جوج ديال البيضات، نضيفوا لهم كاس ديال السنيده، دائما كنعبروا بالكاس ديال الياغورت، نضيفوا كاس السنيده، نضيفوا واحد ساشي ديال الفاني، نخلطوا مزيان حتى يتخلط البيض مع السكر سنيده مع الفاني. من بعد نضيفوا كاس معمرش ديال الزيت، نخلطوا ونضيفوا كاس ديال الياغورت فاني وكاس ديال الماء، وتنضيفوا نص كيلو ديال السميده رقيقه وجوج خمارات ديال الحلوه 7 غرام. ملي كيتجمع هذا الخليط ديال الحرشه كناخذوا هذوك المول الفرديين، لكم الاختيار على حسب شنو عندكم، اما دوك المولات هكا كيكونوا دائريين، اولا دوك المولات اللي تيجيو فيهم يعني في التزيين تيكونوا هكا على شكل سنينات هكا في الجناب، وكناخذوهم كندهنوهم بشويه ديال الزبده وتنرشوهم بالسميده، ومن بعد كنفرغوا هذه الكميه ديال العجين ديال الحرشه كنوزعوها على هاد المولات فرديين صغار، ومن بعد كندخلوا الحريشات يطيبوا في الفران. ملي كنخرجوهم فكندهنوا الوجه ديالهم بالمعلقه ديال الكونفيتور، معلقه حتى لجوج على حسب كميه الحرشه اللي درنا وشحال خرجت لنا ديال الحريشات فرديين صغار. كندهنوا الوجه كله بالكونفيتور، وباش يثبت لنا كنرشوا بشويه ديال الكوك هكا من الفوق، يعني الا خرجت لنا مثلا واحد 10 ولا 20 حرشه فممكن ان ناخذوا اربعه، غادي ندهنوهم كلهم كيدهنوا بالكونفيتور ديال المشمش، ومن بعد يعني اربعه ممكن نرشوهم كاملين بالكوك، واربعه الاخرين ممكن نديروا البيستاش، اربعه الاخرين نديروا اللوز مهرمش هكا مقلي ومهرمش، اربعه اخرين نديروا هذوك لي زاموند افيلي، ممكن نعطيوهم اي لون ونرشوهم، فكيجي المنظر ديالهم يعني جميل، وفي نفس الوقت فكيجي لذيذ. ممكن كذلك بالنسبه للوليدات نديروا خطوط ديال الشوكولاته هكا من الفوق، فكيجيو لذيذ. نتمنى انكم تجربوهم وبالصحه والراحه.